السلام عليكم جماعة تاعنا الزول في اللون، جيسبر كراكم غايا. مرحبا بكم في القناة المفضلة تاعكم في اليوتيوب. جيسبر كراكم غايا، العائلة تاعكم راهي غايا وكل الأمور راها تمشي على الصراط المستقيم كما يقولوا. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم جينا نهضروا لكم على موضوع طلبتوه لي عدة مرات، وهو الكومنتار اللي تحصل على أكبر عدد من الإعجابات في الفيديو اللي طلبت منكم باش تطرحوا لي الأسئلة. قبل ما نبدأ هذا الفيديو جماعة، نطلب منكم حاجة واحدة صغيرة: اشترك في القناة تاعي، تأخذ من وقتك 5 ثواني فقط، وأنا راني نقدم لكم فيديوهات بصفة يومية يعني ومجانية، فبالتالي نطلب منكم غير حاجة واحدة: أبوني، تأخذ من وقتك كما قلت لك 5 ثواني، وهذا مكان. وشكرا جزيلا من أعماق القلب إلى كاع الناس اللي راهم يشتركوا في القناة تاعي. رانا 36,000، الله يبارك، رقم كبير جدا بالنسبة لي. اليوم جينا نهضر لكم على الفرق ما بين الدراسة في كندا والدراسة في أمريكا، الفرق ما بين العيش في كندا والعيش في أمريكا، وما هو الخيار الذي يتوجب عليك أن تختاره، ولكن ما غاديش يكون جواب في جملة. علاش ما يكون جواب في جملة؟ سا ديبون شراك تحوس. في بعض الحالات حتى الجزائر وتكون خير من كندا، في بعض الحالات حتى الجزائر وتكون خير من أمريكا، في بعض الحالات حتى صوماليا وتكون خير من أمريكا. علاش؟ لأن الناس حاسبين دارين غلطة كبيرة، حاسبين باللي أمريكا نمبر وان، يعني best country in the world. أي حاجة باي تديرها، if you wanna study you go there, if you wanna work you go there, if you wanna chill you go there. No، مش كما كتمشي. كاين صوالح لو كان انت واش راك باغي، انت واش راك باغي دير. نعطيكم على سبيل المثال محمد بارتي المعروف باسم منانوك، الجزائر خرجت عليه 1000 مرة خير من بريطانيا العظمى الكبيرة، لا غروند بريطانيا. علاش؟ باسكو دوك نفهمكم علاش. غادي نبداو بهذا لو بوين. اولا خاص يكون على بالك شارك باغي دير. اسكو راك باغي تقرا؟ اسكو راك باغي تعيش بلا لابريسيون وطالق روحك غايه الحال شباب وكاع؟ اسكو راك باغي دير مشاريع؟ اسكو راك باغي تخدم؟ اسكو راك باغي تقعد في الدار وتخلص؟ انت واش راك باغي دير؟ صاي الا راك باغي تقرا. نبداو بالنقطه اللي تهم اغلبيه الناس اللي تابعوا قناه اليوتيوب تاعي، على بالي بلي هي القرايه الدراسه. دونك الا راك باغي تقرا كندا احسن لك، احسن لك في واحد النقاط، وكان كان واحد النقاط امريكان خير. امريكان خير في واحد النقطه نبداو بها، اللي هي جوده الجامعات ووزن الشهاده. وزن الشهادة الأمريكية شئت أم أبيت أكبر من وزن شهادة كندية، ولكن أنا أهضر لكم على بعض الجامعات. سي سور كو لونيفرسيتي دو مونريال لودام خير ما يونيفرسيتي كاش مدرة تاع تكساس ولا مخلطة، ولا يونيفرسيتي تاع نيو مكسيكو ولا مخلطة. مي ما تنساش باللي باغ اكزومبل يونيفرسيتي دو هارفارد كي سي تروف ا بوسطن، ولا MIT اللي هو Massachusetts Institute of Technology اللي جاي في بوسطن تانيك لا مانش غلط، مهم جاي في ماساتشوست في المقاطعة الولاية تاع ماساتشوست، وفي المدينة جو بونس كو بوسطن، باسكو بوسطن هي العاصمة تاع ماساتشوست. مهم هادو سي سور تقدر بجامعة كيما هادي، سي سور كو توزن أكثر من لونيفرسيتي دو مونريال ولا ما على باليش أنا لونيفرسيتي دو أونتاريو أتا دو ضاوة. وأنا نقول دونك من حيث الوزن تاع الجامعة ووزن تاع الشهادة أمريكان أفضل. من حيث الثمن كندا أرخص، أرخص في المعيشة يعني كي تكري غادي تجيك رخيصة، أرخص في في التكاليف الدراسة، أرخص من حيث بزاف صوالح، فاهم؟ سمعوا لي شوف باش ما يتفرناش الضو، أرخص في بزاف صوالح. كونك سير كندا من ناحية تاع الدراهم أرخص.
وكي راني نهضر لكم هاد الصوالح كاين دي زيكسيبسيون، كاين دي زيكسيبسيون. راني نهضر لك على 99% تاع المدن الكنديه خاصة على المدن الامريكيه. مش قاش تروح تكذب لي لا كارولين دي نور تحوس لي على شي فيلاج يكرو فيه ب 200 دولار وتقول لي ها امريكان رخيصه. نو امريكان سي سورتو لي غران زيتا. تاك رايح لي غران زيتا، راك رايح باينه باللي تروح يا كاليفورنيا يا تروح لي طاد نيويورك يا تروح ماساتشوستس، وكاين لي غران زونيفرسيتي يا تروح لا فلوريد، ما غاديش تروح لي كارولين دي نور، داكوتا دي سود، هادو لي زيتا مودرين، الاخرى اوكلاهوما، هادو لي زيتا بورينغ ستيتس ما كاينش لي يروح لهم لي يونيفرسيتي ما وزنوا والو منا. انا نهضر لك على بلايص اللي تروح تقرا فيهم كونك سير ديها من عندي باللي كندا رخيصه على الامريكان، وكندا فرانكوفون كونترالمون امريكان، فيها اون بون بارتي فرانكوفون، ان تيير دي كانديان سون فرانكوفون باسكو ديجا الكيبيك يهضروا كاع فرونسي 8 مليون دابيتون، لا بروفانس تاع نوفو برونزويك سون بيلانغ، وكاين بزاف لي كانديان ميم سي لو فرونسي ني با لور بروميير لونغ مي كون ميم يل بارل فرونسي. دونك هادي تاني دخلوها في الحساب. نزيد لكم ثالثيام بوين، دونك هضرنا على لو بوين تاع الوزن تاع الدبلوم امريكان خير، هضرنا على لو بوين تاع الدراهم كندا خير. ثالثيام بوين لو طو دو شوماج، سيتادير الدبلوم كي غادي تكمل اسكو تخدم به. كندا خير لك، كندا خير لك باسكو يا اون كريز دو مان دوفر في كندا، اي سون اون كونستانت ريشيرش دومبلوي، اون كونستانت بيزوان دومبلوي. دونك كندا خير لك باش تخدم بهذاك الدبلوم. كاتريام بوين سهولة الحصول على الوثائق بعيدة تحصلك على الشهادة، كندا خير لك، كندا سهلة باش دير كوعد كي تكمل الدبلوم تاعك. لو كان تكون في كيباك تخدم عام ونص بالدبلوم تاعك دير بيه كوعد، لو كان ما تكونش في كيباك غير تكمل دير كوعد، سهلة عام سهلة. الوغ في امريكان ما عنديش معلومة مضبطة يعني دقيقة على كيفاش دير كوعد في امريكان، مي على بالي باللي عندي فكر عليها وعلى بالي باللي اصعب، ومشي غير بشويه اصعب بكثير من كندا في من حيث التحصل على الوثائق بعيده تحصلك على شهادتك الجامعيه. دونك الكواعد خير لكندا، الدراهم خير لكندا، الهضره الفرنسيه يعني خير لكندا، العيشه ماشي غاليه خير لكندا، مي الدبلوم تاع امريكان يوزن اكثر. و لي زاميريكان فهم لي جاي امريكان ما تهبلنيش، لي جاي امريكان تلقاه طبيب عنده 35 عام عنده 36 عام كمل قرايه صافي 10 سنين، والله ما راني نكذب عليكم حوسوا عليها غايه، تلقاه طبيب عنده 35 عام 36 عام كمل قرايه صافي 10 سنين مازال يخلص في لي دات تاع القرايه، باسكو القرايه في امريكان تالمون كو غاليه تكره حياتك فاهم شغل لي باسلا. لي زاميريكان اون طون كو تيل اللي ما يقراش ماشي باسكو ما عندهاش نيفو، قرايتهم سهله قبل اليونيفرسيتي، ميم في كندا قرايه فريمون سهله قبل اليونيفرسيتي، اليونيفرسيتي توعر شويه، مي قبل اليونيفرسيتي قرايه سهله. انا تريحني مع اي واحد في كاع اللي عرفتهم في حياتي في كندا ثقافيا ولا علميا ولا نكذب روحي معاه، بورتون زعما قارين في السيستم الجيريان يقولوا عليه فابل، فماشي غير انا كاع لي الجيريان هنايا الله يبارك نورمال يضربها مع كندي ما تجي خلعه. دونك لو سيستم ني با امبورطون بزاف، سكي في لا ديفيرونس ما بين ان امريكان قاري في جامعه ان امريكان ماشي قاري في جامعه سي الدراهم، هذا ما كان باسكو اون بارل دو هايبر كابيتاليزم، يعني الناس ماشي قادره تخلص اليونيفرسيتي تاعها، تسمى تلقاه مكمل السيكوندير تاعه ايتترا مي ما رايحش لليونيفرسيتي، علاش؟ ماشي باسكو حمار، في باسكو ما يعرفش، ماشي باسكو تو سامبلومون il n'a pas les moyens. C'est une question de moyens. Ça coûte très très cher les études américaines. Très très cher. هذه معروفة عالميا. باللي les études américaines زعما خارج عن المنطق يعني. Donc هادو هما les points. Bon, غادي نهضركم دروك على حاجة en général, comparaison générale ما بين كندا وامريكان. الناس اللي جاية اللي عندها باغي تحوس ولا باغي تخدم ولا باغي تسكن ولا باغي تهاجر ولا باغي تحرك ولا، نهضر لكم على كندا وامريكان ديفيرونس بيناتهم. نيفو سيكوريتي كندا خير بزاف 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 بزاف، هذه معروفه ديجا، هنا ما كانش لو بور دارم ايتترا، هذا ان بوين امبورطون. نيفو سيكوريتي، نيفو بيزنس امريكان خير،
كذبوش على روحنا. نيفو بيزنس ماري كان خير، نيفو حريه ماري كان خير، ماري كان خير في النيفو حريه. مي بون حريه بزاف ثاني سي با بيان، باسكو الحريه بزاف كيما باغ اكزومبل عندهم دروا بور دارم يرفدوا له السلاح، ماشي مليحه بالنسبه ليا هذه حاجه. بون هذا ماشي هذا الموضوع تاعنا. دونك نيفو سيكوريتي كندا خير، نيفو بيزنس ماري كان خير، نيفو حريه ماري كان خير. ماري كان عندهم متبتين بالحريه تاعهم. نيفو معيشه ايتترا كندا خير. علاش كندا خير؟ باسكو كندا كاين ليت سوسيال. كندا كي ما تخدمش تخلص، كي طردوك ما خدمه تخلص يعاونوك، فاهم؟ امريكان ما كانش هذه. نيفو سونتي كندا خير، لاسيورونس ميديكال كنديان ميم سي ماشي مليحه بزاف خير من تاع امريكان بالبزاف. زيد لك ثاني نيفو ايديوكاسيون، لي كنديان قارين في الجامعه اكثر من لي امريكان. نسبه الناس اللي قارين في الجامعه في كندا اكثر من لي امريكان، تما صاريس كوميم حاجه مليحه هذه ديروها في لسانكم. شنو نزيد لكم ثاني؟ نيفو سياحه وكاع امريكان خير. امريكان عندك لوس انجلوس الصيف على العام، عندك ميامي الصيف على العام، كاع اون جينيرال تامبا ايتترا، كاع لا فلوريد، وكاع كي يقولوا لها الاخرى ثاني ادروك هضرت لكم عليها كاليفورنيا فلوريد صيف على العام، كاع الليست الويست باردون تاع امريكان صيف على العام. وعندك ليست، عندك لون دي بلي غروند ميتروبول في لو موند نيويورك، عندك كاع لي طاب دو نيويورك اون جينيرال معمر نيو جيرسي ايتترا. دونك عندك ما تحوس في امريكان، ماشي نقول لك كندا ما عندك ما تحوس، مي خير في امريكان ما كذبوش على ما قالوش ندورو بزاف. ونجيب لكم لالجيري ثاني، مع التالي لالجيري قادر تساعدك في بزاف حالات. الا انت يا بنادم على بالك بلي ما تقدرش تخدم بزاف وتبغي تقصر في قهاوي، تبغي تريح، تبغي الدور، تبغي بشويه عليك ما عندكش مشاكل منا، ماشي نتاع مسؤوليه، لالجيري خير لك من الاخر. ما انت تعرف روحك انت كي الا كي راني نهدر راك تحس روحك معني، نقولها لك ما ندروك لالجيري خير لك. باسكو انا كيما شحال قلتها من شحال من واحد، لو كان جا عندي دراهم بزاف نجي كاع كندا. شي جيبني كندا يعني. بلادي شابة، عندي صحابي يبغوني، عندي فاميلتي، عندي قرايتي في لالجيري تاني، كنت نقرا مات انفو كيما على بالكم، قادر نضربها غاية. هي سي جوست قضية ما عنديش دراهم بزاف راك فاهم. دونك انا عندي امبيسيون باش نوصل في هذا الدومين، دونك بدلت هذا مكان. مي سينو الناس اللي ماشي تاع مسؤولية لالجيري خير لكم. ايوا جيسبر كاع عجبتكم فيديو، تهلاو في روحكم وعطوني رايكم في لي كومونتير، و اعطوني سوجيستيون بور لي بروشين فيديو. تهلاو في روحكم، ما تنساوش ديروا ابوني. سيتي جواد، باي.